طيب، النهارده باذن الله تعالى هتكلم تاني على مشكله، هي ان انا مخصصاني وانا بلجمه وما بيقفش، ميرضاش يقف خالص. هعمل ازاي مع المشكله دي؟ طيب، انا الاول هقلع مفتاح اللجام عشان يعرف يتعامل معاه. اشرحها بالظبط ان شاء الله باذن الله. هنرسم اللجام على جنب دلوقتي، نشرح ونرجع نكمل تاني. بصوا الأول، الأول أنا محتاج 3 نقط هشتغل عليها. الأول إن هو ما يرفعش رقبته كامل، إن هو يخليني ألمسه من فوق من هنا عند ودانه بين ودانه. النقطة الثالثة إن هو يفتح بقه. دول ال3 نقط اللي أنا عايز أشتغل عليهم. هبدأ الأول بتوطية الرقبة، هبدأ أحط إيدي عليه لما يوطى، بس واحدة واحدة معاك كده. لما يوطي أرفع إيدي، خلاص هو كده عارف إن أنا إيه، ده نوع من أنواع الضغط. أنا حطيت إيديا، لما هو وطى أنا شلت إيديا، بس يا مختار. برافو برافو، بس برافو. ولا اني لسه مقلعه اللي جاي فهو ساقط عليه. بس يا مختار، بس ايه ايه بس هدي الحصان، بس اهو. انا مش بعمل حاجه، انا بس انا بطبطب عليه. بس حط سنة، يعني ضغط سنة صغيرة، سنة صغيرة أوي، سنة صغيرة، سنة صغيرة. أيوة برافو برافو مختار، برافو. تاني، برافو برافو مختار، برافو برافو. تاني، برافو برافو. هو ده اللي أنا عايزه منك، بس عايزك توطي رقبتك، حاجة سهلة خالص. تاني، بس أول ما يوطى أرفع نقدك، بس، برافو عليك، برافو. وطي، برافو مختار، برافو. تاني، متعبش مختار، بس، اهدى حبيبي، اهدى. بس يا جميل، بس، وطي رقبتك. بس خلاص، مفيش سهل خالص. بس، مش هتجد حصان في حرارة المختار في التعليم، يعني مش هتجد حصان في حرارة حصاني في التعليم. بس يا جميل، بس يلا، سنة صغيرة لتحت، سنة صغيرة لتحت كمان سنة. برافو مختار، برافو برافو. تاني يا جميل، تاني، برافو برافو مختار، برافو برافو. تاني، يلا. انت مركز مع ايه؟ ها؟ ايه اللي انت مركز معايا يا باشا؟ مفيش ولا فرس ولا حصان ولا في اي حاجه. يلا وطي، خلي بالك انا بدات اقرب من ودان. صباح الفل يا استاذ محمد، قفل يا باشا. بدات اقرب من ودان الحصان. برافو مختار، برافو برافو برافو. تاني، برافو برافو مختار، برافو. طب يلا نقرب كده شويه هنا، يلا. ايوه، عايز بس المس ودانه من الجنب الداخليه مع الحته دي. برافو مختار، برافو برافو. حصانك لو مش متعود على الحركات دي هتبقى رد فعله قصير في الاول، مع الوقت واحده واحده هتلاقي نفسك بتكسر الموضوع. خد معاه نص ساعه في التعليم، ساعه مفيش مشكله. تلاقي مع الوقت الحده بتقل، مع الوقت الحده بتقل. بدي اول نقطه انا هشتغل عليها في موضوع اللجام، ان انا اقدر اوصل للمنطقه دي واخلي رقبه الحصان قريبه مني كده وواطيه ليا. تمام كده، خد بالك كده، انا برضو ببدا اعلمه ان هو يجي لي برقبته كده عشان انا ما ابقاش
مش واقف قدام رجله هنا، هو اللي يبقى عندي، هو اللي رقبته تبقى عندي وانا بلجم. تمام. طيب نبدا تاني نوطي رقبته اهو كده اهو، نم مع بعض واشد كده بس مختار حبيبي تاني. يلا جميل، يلا ها ها، يلا يلا، برافو مختار، برافو برافو. تاني، هو دلوقتي فهم، عقله اشتغل وفكر ان انا هو ده اللي بيطلبه مني، وطي رقبتك، اوطي وطبطب عليا. هو شغلها كده، فهمها كده جوه، ترجمها عنده كده اهو. برافو برافو برافو. هو دلوقتي ما بيفكرش في الهجوم، هو بيفكر في ان هو يريحني. لما هو بيفكر بيشغل دماغه، بيقول انا لما بسمع كلامه وبنزل دماغي بيطبطب عليه، ما بيفكرش في الهجوم دلوقتي، ما بيفكرش ان هو يهجم عليك، لا هو بيفكر ان هو يريحك عشان انت بتريحه اهو. برافو مختار، برافو برافو. تاني 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 يا جميل، تاني يا جميل، يلا برافو مختار، برافو. طيب هبدأ اجيبه هنا. تمام، برافو مختار، برافو برافو برافو. طيب انا كده خلصت نقطتين، ان انا اوتر رقبته والمس عند ودانه من هنا منطقتي. قلنا طبعا لو الحصان مش متعود على الحركه دي هياخد معاك وقت طويل جدا عقبال ما يتعود عليها. تمام، ياخد وقت طويل، ممكن تقعد ساعه تحد فيها، وممكن يوم ويومين كمان وثلاثه واسبوع، لحد لما تكسر الموضوع ده مع انك انت تبقى قريب، تخلي رقبته قريبه منك وانك انت بتلمس عند ودنه كده ايه بالراحه. طيب النقطة الثالثة اللي هنتكلم عليها هي إن الحصان يفتح لي بقه وأنا بديله اللي جه. فأنا هبدأ دلوقتي أنعم بقه من هنا بالراحة خالص، بس بس بطي بطي مختار، بس 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 بس. لما يلمس يفتح بقه ويعمل الحركة دي طبطب عليه، خلاص هو ده اللي انا طالبه منك، ان انا لما المس لك بقك من هنا كده وانت تفتحه خلاص انا مش هعمل حاجه دي. بس بس وطي رقبتك، وطي رقبتك، وطي. ايوه برافو مختار، برافو برافو. اديني دي، اديني دي، ما تخافش ما تخافش ما تخافش. بس بس برافو، شفت مجرد ما فتحت لي بقك انا طبطبت عليك. طب تاني، قلت لي رقبتك، برافو مختار، افتح لي بقك، افتح لي بقك، استنى استنى اهو، بس ما فيش حاجه، فيش حاجه، فيش حاجه، فيش حاجه، فيش حاجه، فيش حاجه. بس 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 حاجة. برافو برافو مختار، برافو. تاني تاني، برافو برافو. تاني تاني تاني، برافو يا عم الحاج، خلاص يا عم، في ايه يا عم، انت فاهم يا عم، مفيش حاجه. تاني تاني تاني، برافو تاني يا جميل، يلا برافو مختار، برافو كده فيه مختار، ان انا فهم نقطتين. انا عايز دلوقتي وطي رقبته، وط راجل محترم، وط اجي افتح بقه اهو، بيفتح بقه الراجل، تمام زي الفل قوي قوي. طيب انا عايز اعلمه بقى دلوقتي ان انا هقول له افتح بقك وهديله حاجه في بقه زي الحبل مثلا فياخده مني، وانا بقول له افتح بقك هعمل كده. كأنه هديله اللي جاي اهو، طالع على ده كده تمام، وبفتح بالصباع ده وعمل اول خطوه انه فتح، ثاني حاجه انه ياخد مني الايه؟ الحبل. تمام، برافو مختار، برافو مختار، برافو. طب انا هعرفه ان الحبل ده ما وجعش بقه ومش هيوجع بقه، فذلك لما اجي اخلعه او بالراحه خالص، وجع بقك يا مختار، ما وجعش بقه. الالم هو اللي بيخلي الحصان يرفض الايه؟ الحاجه انت بتعلمها له. الالم، في الم هيبقى في رفض، مفيش الم خلاص مش هيعمل حاجه. طيب كرر تاني مع مختار، نقول وطي، نقول له وطي، نقول له افتح بقك، لما يحرك شفايفه طبطب عليه. ثالث خطوة هقول له افتح بقك يا مختار وهديك الحبل ده.
ادرس خطوه معايا، اقول له افتح بقك وخد الحق. افتح بقك وخد الايه؟ الحبل. جرس في الحبل، حبل وحش، حبل كويس، حبل بيأذي ما بيأذيش. طلعه ازاي؟ طلعه بالراحه خالص. تمام، برافو يا مختار، برافو. مختار فهم مني دلوقتي 3 نقط، ان انا بقول له وطي يوطي، بجيب ايدي عند ودنه ما بيعملش حاجه، بقول له افتح بقك افتح بقك. النقطه الرابعه ان انا لما بقول له خد حاجه زي الحبل بياخدها مني. تمام، اهو خد يا مختار، افتح بقك، متخافش متخافش متخافش، بس فتح البق ان هو اتعود عليها من الجنب الشمال. طيب وقت ما هيفتح بقه اهو، اروح جاي اديله الحبل. طيب اذا دلوقتي مختار فهم معايا ال3 نقط دول. حصان جديد، قلنا حصان جديد طبعا بيرقصش اللجام لان هو مش عارف اصلا خطورته، مش عارف المه وكل حاجه، لكن الحصان اللي هو اصلا ما بيحبش اللجام هو ده اللي هيبقى صعب، هو ده اللي هيحتاج تكرار كتير في الكام نقطه دول. طب هبدا اطبق دلوقتي مع مختار في اللجام. ادي اللجام. طيب الاول البس السير لمختار، لازم البس السير عشان يبقى عارف ان هو كده محكوم. طيب تاني نقطه هجيب الجزء ده عند ودان مختار كده. تمام، تالت نقطة هبدأ إن أنا أقول له افتح بقك يا مختار. أنا عايز أقول له افتح بقك أهو. طيب تمام، مشكورا، فتح بقه، خد اللجام، هيبدأ ياخد اللجام معاه. طيب وأنا بدخل اللجام، أدخل اللجام بالراحة أهو، أعدي الودن دي. هو الراجل بقى متعلم إن أنا بمسك ودانه أهو. تمام، طب عشان حصاني ما يكرهش اللجام وانا بقلعه اللجام، ما ينفعش اخبط في بقه، قلت قبل كده، وانا بقلعه بالراحه اهو، اسيب الحصان هو اللي ينزل الايه اللجام. بص بص، هو بينزله باسنانه، لسانه بيزقه كده. تمام، زق اللجام خلاص، بس 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 زق اللجام خلاص. ايه تاني مع مختار اهو، ودلوقتي مسلمني رقبته تحت. تمام، اجي هنا اقول له يا مختار افتح بقك، بص بيرفع رقبته وهو موطي، بص بعدها افتح. طيب انا ممكن ادخل مع مختار مستوى ان انا ادي له حاجه كويسه، هتبقى اسهل ان انا البسه واقلعه واروح جاي مدي له حاجه حلوه، واقلعه تاني البسه لبس اقلعه تاني وادي له حاجه حلوه، وهكذا تبقى افضل في التعليم. يلا ثاني يا باشا، رابع مختار، برافو. يلا ثاني، امسك اللجام كده، اظبط. بص، على الاقل على الاقل 3 نقط اللي انا اتكلمت فيهم دول هيحدوا موضوع رفض اللجام مع الحصان بتاعك كتير قوي 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 قوي، خلي بالك. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده بحاجه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.